أجرى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي اتصالا مرئيا مع فريق الحرس الملكي الذي وصل إلى قمة إيفرست قبل أيام، وتبادل سموه مع فريق الحرس الملكي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا سموه المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة على الجميع. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالجهود البارزة التي بذلها فريق الحرس الملكي وحرصهم على تحقيق الهدف المنشود، وهو ما يؤكد قدرات وإمكانيات الشباب البحريني المعطاء الذي يبرهن دائما بأنه قادر على تجاوز الصعاب والسعي الدائم لرفع اسم وعلم مملكة البحرين خفاقا في كافة المحافل العالمية. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. حيا الله الابطال. الله قواكم الله، عز الله ما قصرتوا. لازم اول شيء اوصف لكم فرحة واعتزاز الجميع بما فيهم طبعا على راسنا جميع سيدي جلالة الملك الله طول عمره. اتذكر رحت للملك الساعة 3 الفجر وجلست عنده وقلت له بس الربع على وشك وصول القمة، وكنت على اتصال مع الجماعة اللي في كامب 2 وكانوا يعطونا الأخبار أول بأول عن تحركاتكم وعن وصولكم. أول ما وصل أول شخص إلى قمة إيفرست جانا الخبر، وكنا ننتظر منك بس توصل ترتب أمورك ثم تتصل بي. وتذكر هالاتصال اللي الحقيقة يوم شفت رقمك دريت انكم حققتوا المهمة وكلمتني عن طريق الساتلايت وعطيتك التلفون للملك ولا عرفت الملك اساسا ايش بيقول لكم، لكن تعرف اللحظة اللي انا افتخرت فيها هو ان الملك الله طول عمره في ذكرى لكم يا شجعان وانكم انتم فخر لكل بحريني، وانتم عارفين يعني احنا كلنا في هالوحده ذي اللي مع بعض في الحرس الملكي ربينا مع بعض ورحنا مع بعض الى جميع الاخطار وقمنا بالمهمات مع بعض، وهذه انتم تمثلوننا كلنا. ونبذه بسيطه عن منهم جنود وضباط الحرس الملكي، فهذه شيء كبير احنا نعتز به ونفتخر به في وحدتنا، وان شاء الله ان جميع ضباط وافراد الوحده متشوقين ينتظرون يشوفونكم يسمعون منكم. أما للصورة الأكبر طبعا هذه تعكس تماما معدن البحريني اللي احنا دائما نكرر البحريني معدن من ذهب. اللي أعرفه أن أنتوا عددكم كبير، رحتوا إلى القمة وصعدتوا يعني 12 شخص وباقي إن شاء الله كم شخص بعد يكملون المهمة. هذا شيء يعني الحقيقة يدل على قوتكم وجلدكم وشجاعتكم وصبركم. مريتوا في الأمور الكثيرة، تكلمنا قبل لا تمشون كان تذكرون قلت لكم وانتوا تصعدون الجبل لا تفكرون في الوصول للقمة، قلت لكم فكروا شو بتقولون حق البحرينيين وللشباب بالأخص عن رحلتكم وعن تجربتكم وعن نجاحكم، لأن هذا اللي يهم، هذا اللي أنا أبي كل شاب وشابة يسمعون. الطموح إلى وين يوصل؟ يوصل لأعلى القمم وأعلى، لو في قمة أعلى من هذه أعرف أنكم أنتم راح تصعدونها. وأعرف بعزيمتكم وإصراركم، لو نزلتوا إلى بيس كامب وقلنا لكم ارجعوا والتقطوا صورة أحسن راح ترجعون، لأن سويتوها من قبل في مهام أكبر. يعني هذه ما هي إلا بس نبذة بسيطة للعالم عن من هو البحريني. فأنا كنت متابع معاكم أول بأول وأنتم عارفين الشيء، لكن هذه فرصة اليوم أني أشوفكم عقب ما أتميتوا هالمهمة وبارك لكم شخص شخص، وأتمنى الحقيقة أن نشوفكم في أسرع وقت. وأبي أسمع منكم أبو حمد، يعني أنت ولا أحد الشباب يعني علمونا، لأن ترى الكل متشوق يسمع منكم وتعرفون هالاتصال هذا يعني راح نذيع ما في الاجتماعات الخاصة دي، هذه إن شاء الله راح يذاع، فأبيكم فعلا تطمنون كل محبينكم وكل من يعني
سأل عنكم وتابعكم وفرح من فرحتنا أنه يسمع منكم كلمة كلمتين. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نشكر جميع اللي معانا والطاقم، الكل الحمد لله ما قصر، والحمد لله كلنا يد واحدة اشتغلنا عمل فريق، والحمد لله بفضل من الله وتوفيقه وصلنا ضمنه. واجهنا شوي تحديات صعبة لكن الحمد لله صلت، دام ان احنا مع بعض الحمد لله تيسرت منها. يعني الباب اكثر شيء، اكثر تحديات صعبة اللي واجهناها هي الباب، يعني انها هي من البداية لاخر يوم، من اول بداية المرحلة كان البرد، يعني وصلنا ليه يمكن درجة حرارة تحت 28 تحت الصفر، لكن الحمد لله خابر كل واحد مع الثاني يشيل الثاني. في فترات كنا تعبنا فيها، في ناس طاحت، لكن اللي وياه الثاني كل واحد يسحب الثاني، والحمد لله وصلنا القمة ورفعنا العلم، وهاي المطلوب منه وحققنا بفضل من الله. الحمد لله رجعنا بالسلام. الحمد لله انتم حققتوا هالمهمه ذي، لان عندكم علم غالي علينا جميع، وكانت مهمتكم انكم توصلون هالعلم هذه للقمه. وزود على هذا انتم روح واحد، انتم فريق واحد، انتم ربيتوا مع بعض. ولا تنسون انتم نجحتوا في السلم وفي الحرب، وكنتوا فريق واحد، وانتم مثل ما قال الرجال مجربين في الشده واللين. وهذا الرجل اللي فعلا الواحد يطوف كل الاختبارات، الحقيقة يعني مفخرة اني اشوفكم مرة ثانية واسمع من عنكم واشوفكم عن قرب الحين عقب ما اتميتوا للمهمة، وبالذات يعني التحديات اللي عمركم ما مريتوا فيها. اعرف انه ما تمرنتوا قط في مرتفع ولا شفتوا هالبرودة هذه، ولكن يعني الحمد لله على كل حال. تعرفون أقول لكم شيء واحد، قال لي جلالة الملك الله طول عمره يوم أنتوا سافرتوا أول ما بديتوا الرحلة، أول ما بديتوا الهايك وصاعدين إلى بيس كامب، فقال لي الملك أحس فيك ثقة عالية وزايدة شوي، كأنك تتكلم المهمة هذه سهلة. وهو المهمة مو بسهلة، المهمة صعبة، والله يتقبلهم ويغفر لهم إن شاء الله. ولكن اليوم احنا نتكلم، سمعنا خبر وفاة الأمريكي والسويسري عندكم وهو يحاول محاولتكم أنتم، فنعرف أن النسبة خطرة ونسبة النجاح خطرة ونسبة الموت بعيد عنكم لكم طولة العمر يعني كبيرة وخطرة، ولكن ثقتنا كانت فيكم أنتم، لأن ندري أن أنتم ما مر امتحان ولا مر اختبار إلا وعديتوه وبكل شجاعة، وهذا كان فقط شيء بسيط ونبذة. مرة ثانية كنا نحاول نروي سيدي جلالة الملك رجالة، نروي سيدي جلالة الملك شجعانة، وأن مثلكم يعني يقتدى بهم الحقيقة. فبعد أبي أسأل كريس فيل أند ريتش، يعني I'm super proud of you all. Phil, I know you can hear me, but can you see me as well? Just about. Okay, that's good. That's good. I'm anyways two clicks to your left. You can see me directly. على العموم, I'm absolutely proud. I told to the team over here that we were confident. And His Majesty told me, why this overconfidence? I said, it's not overconfidence. It is that I'm sure of my men. I'm sure of you all. I'm sure that wherever you go, you will succeed. Wherever we go with a Bahraini flag, we will raise it up high. Whatever the mission is, if it was in peacetime or wartime, we will always remain as one team. We will always make sure that we make our country proud, our families, our beloved ones, and most of all, His Majesty. So I remember I was telling Mohammed bin Hamad that when he called me off the summit, and I was in touch with you, Chris, and he told me, Mohammed have summited right now. I was waiting anxiously for this phone call, and I received the call. I gave it immediately to His Majesty.
We were there sitting for an hour waiting for you to summit. So then, you know, His Majesty speaking out of his heart from a father to his sons was unbelievable moment for us all. And to send his message for peace, prosperity from on top of this peak is mostly needed. So well done, everyone. I have no doubt that this has been an incredible experience for us all, not just you guys. It was from logistical plan to going over there to summiting to worrying back here at home, although you are all in one piece, alhamdulillah. And we hope we're going to receive you soon and meet up and catch up and hopefully discuss it all. I know for one thing that is I'm 100% sure of, that you'll all say that it was worth it, because that moment is tough. It was pure hardship, but then this is what we are built for, to endure and to make sure that we really come back and send a message to everyone, to inspire everyone here in Bahrain to be just as good as you all. فقواكم الله يا اخوان.